أكيد هالبيضة ما بيضتها الدجاجة، إنما فيل طائر، وهو حيوان من فصيلة الديناصور يلي عيشوا على الأرض قبل ملايين السنين. هالبيضة العملاقة حجمها بيساوي 120 مرة ضعف أي بيضة عادية، وبيبلغ ارتفاعها 30 سنتيمتر، عرضها 21 سنتيمتر، وبتوزن 13 كيلوغرام، وهي الأكبر بالعالم، وعم تنعرض بمزيد علني قبل أيام من حلول عيد الفصح. ما فينا نقول غير انه هالباند الروسية نالت شهرة بغضون ايام ما كانت بتحلم فيها بحياتها، وذلك بعد ما نشرت فيديو عنيف شوي لاغنيتها Insane Office Escape، حقق لهلأ 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب. هالفيديو يلي بيقوم على القتل والعنف تجاه الانسان والحيوان اثار بلبلة وصلت اصدقائها لهوليوود، حيث عم بيقدم عدد من المخرجين عروض تمثيل لاعضاء هالفرقة. بالهند أجواء فرحة وغريبة عم تسيطر على الأجواء مع انطلاق الهندو فاستيفل، حيث عم بيقوم السكان بتحضير مشروب خاص بهالمناسبة وعم يلونوا وجوههم وأجسادهم. هالاحتفال بيرمز لنهاية فصل الشتاء وبداية الربيع، وبيقوم المواطنين بأفعال طريفة حيث بيلونوا وجوههم وبيكبوا بالونات من المي على الناس بالشوارع.